القطة هي السبب. تقول إن قطة الضابط مريضة؟ نعم، ونحن أتينا نطلب مساعدة زوجك. هي للأسف ليس هنا، فقد ذهب في مهمة عاجلة. أخبريني عن مكانه حتى أذهب إليه أرجوك. ذهب لمعالجة دب مصاب بمرض الحمى المعوية في ميدي. هل تقصدين مدينة ميدي عاصمة بولانا؟ إنهم من ألد الأعداء لدينا. هل أنت جاد في كلامك؟ في الحقيقة لا، لست جادا. عن إذنك وآسف على إزعاجك. بدأت أشعر بأن أمرا مخيفا سيحدث. مرحبا. هل تقول إن الطبيب البيطري المختص في ميدي لذا أحضرت ابنته إلى هنا؟ نعم يا سيدي، تستطيع أن تحل مكان والدها كما قالت. صغيرتي، ما الذي تستطيعين فعله؟ أستطيع معالجة القطط. صغيرتي، الأمر ليس سهلا. كن مطمئنا سيدي. حسنا، سنرى. إن قطتي جين مريضة جدا وصحتها تزداد سوءا. سألقي نظرة على القطة وأطلب إلى الجميع الانتظار في الخارج. عن إذنكم. ماذا ستفعلين يا حنين؟ لا عليكم، أشعة اللغات، هيا. والآن أخبريني عن حالتك، بما تشعرين؟ إن أنفي مسدود. الزكام. وسني تؤلمني. وأذناي كبيرتان. ليستا كبيرتين. والأسوأ أنني أمضغ القطع الخشبية أحياناً، والأشجار أيضاً. سنها تؤلمها وأذناها كبيرتان وتمضغ الخشب كالفئران. لا، لست فأرة، لا أريد أن أصير فأرة، فقد تأكلني القطط. يبدو أنها مصابة بجنون القطط. نعم، حالتها غريبة جداً. سأتصل الآن بأبي وأسأله. ينتاب القطط أحياناً هذا الشعور، وهو نادر على كل حال. وما السبب يا أبي؟ عندما تشعر القطط بخطر ما، تتوهم أنها ضعيفة كالفأر الضعيف. وما هي طريقة العلاج؟ حسناً، لقد فهمت يا أبي. قد تختنق؟ قد تختنق؟ قطتي جين. فهمت يا أبي، سأفعل كل شيء. حنين، لقد ماتت القطة، ماتت. قطتي جين، أرجوك لا تتركيني، أرجوك جين. عفواً يا سيدي. سيدي، قطتي، لن أراك ثانية. لما تركتني يا قطتي؟ ما الذي حدث لك؟ كنت لطيفة. إنها تتحرك. منديل، أريد منديلا. ابتعدي. لا أستطيع أن أصدق، لا أستطيع. نعم، يجب أن أتصل بالمنزل. ليأخذ الجميع أمكنتهم. نعم سيدي.
ماتت القطة. ماذا؟ ماتت القطة؟ كرر ما تقول يا سيدي، كرر ما تقول. أكرر، ماتت القطة. هذه كلمة السر، ماتت القطة. يجب أن نبدأ بالهجوم، هيا نفذوا بسرعة. بيانات العمل الهجومي. العمل الأول، العنوان: ماتت القطة. النقطة الأولى: سيبدأ الهجوم بعد دقائق، ليأخذ الجميع أمكنتهم. الاستعداد تام. حافظ على التنفس وإلا ماتت. حنين، ماذا قال والدك؟ سيعود قريبا ولكننا لا نستطيع انتظاره. ما رأيك أن نذهب إليه بدلا من انتظاره هنا يا حنين؟ أنت ذكي. ما هذه الضجة في الخارج؟ سأستطيع الأمر. وجهتنا ميدي، هل أنتم مستعدون أيها الشبان؟ سنسير بحسب خطة ماتت القطة، هيا استعدوا. حاضر. سيذهبون إلى ميدي الآن. ها؟ وهل من طائرة تقلهم؟ هناك مركبة مخيفة تتسع لثلاثة أشخاص. إذا سنذهب معهم لنصل إلى أبي. ستنطلق قاذفة القنابل، هل من أوامر يا سيدي؟ ما الذي حدث؟ ماتت القطة. ومن الذي أصدر إليكم هذه الأوامر الآن؟ كيف تتصرفون من دون إذني؟ من هاتفك. هاي هاي، توقفوا، أوقفوا تلك المركبة، هيا أوقفوها، أوقفوها، أوقفوها بسرعة. سيدي، أخطأت في الهاتف المنزلي واستخدمت هاتف مركز القيادة. الهجوم غير قابل للإيقاف، الهجوم غير قابل للإيقاف. هجوم القطة الميتة، هجوم القطة الميتة مستمر إلى أن يصيب الهدف. هجوم القطة الميتة. ستصبح بعد قليل ميدي محطمة. سيدي، حالة طارئة. إنهم في عذلة من أمرهم. ماذا يفعلون على مركبتنا؟ يريدون السفر معنا إلى ميدي. نأسف للصعود من دون إذن، ولكن القطة مريضة. وهل تعرفون سبب ذهابنا إلى ميدي الآن؟ سنقوم بتفجيرها وتدميرها، وسنقذفها بالقنابل ولن يبقى منها أي أثر. يزداد خطورة. لا أفهم سبب اضطرابك. وأنا لا أفهم كيف تحافظين على هدوئك. لا تقلق يا زوجي، ستنجح حنين في علاج تلك القطة. لا يا، أنت مخطئة يا عزيزتي. سيقومون بقصف دولة ميدي بالقنابل، وعندئذ ستقوم الدول الصديقة بالدفاع عنها، وعندئذ ستحدث حرب عالمية لا نعرف نهايتها. يا إلهي. إلى القائد كامل، نعلمك بإيقاف الهجوم، عد إلى المركز بسرعة. أكرر، عد بسرعة. سيدي، شبكة الاتصالات في المركبة مشوشة. يا لهذا الحاسوب الأحمق. لماذا يطلقون على هذا الهجوم اسم القطة الميتة؟ مياو. إنها
بخير. أنت تثيرين دهشتي، هل تظنين أن الهجوم يبدأ بموت القطة وحاس؟ نعم. لم يكن القائد يريد تنفيذ الهجوم، لكن عندما سمع بموت قطته فقد صوابه. هل تظنين أن القائد أحمق حتى يفكر هذا التفكير أيتها الصغيرة؟ ابتعدوا عن طريقي، سأدمر ذلك الحاسوب. سيدي، ثمن الحاسوب 50 مليونا. ابتعد عن وجهي، حاسوب بهذه القيمة لا يستطيع أن يرسل الإشارات عند الضرورة، إنه لا ينفع. سأحطمه الآن. حسنا، هل توقف الهجوم أم لا؟ توقف نظام الاتصالات، لكن الهجوم مستمر. إذا ما الذي سيحدث؟ كان هذا الهجوم خطأ، أرجوكم تحققوا الأمر، أرجوكم. كفى. ما هذا؟ جهاز الاتصال يعمل، إنه الاحتياطي. إلى الضابط كامل، عد إلى المقر، خطأ كبير. ظننت أن قطتي ماتت فاتصلت بمقر القيادة عوضا عن منزلي. عد بسرعة، أوقف الهجوم. أرأيت، كنت على حق يا سيدي. فهمت، أنت جاسوسة. أوقف الهجوم لأنه اكتشف سرك. أيتها الجاسوسة، من أرسلك إلينا ولمصلحة من تعملين؟ هل بدأوا يستخدمون الأطفال للتجسس؟ أنت مخطئ. نعم. كفى، أيتها الجاسوسة. مهلاً. لست جاسوسة، صدقني. أنت جاسوسة. فهمت. هل ترى؟ سمع ندائي، إذن لما لم يتراجع عن الهجوم؟ هيا يا كامل. سيدي القائد، اكتشفنا مكان مقاتلات العدو، نحن في وضع الهجوم الآن. ماذا؟ إذن لا خيار لدينا، لنبدأ الهجوم، هيا يا رجال. أخطأنا الهدف. ابتعدوا عن تلك الطائرة، هجوم. نعم أنا بخير، ولكن يجب الدفاع عن أنفسنا.
إلى ميدي. ماذا سنفعل يا حنين؟ ماذا سيحدث لنا؟ حسنا، في مثل هذه الحال أتمنى أن أصير قائدة طائرة لأستطيع اتخاذ القرار المناسب في اللحظة المناسبة. يجب أن أكون مطلعة على كل أجهزة الطائرة لأستطيع القيام بأي إصلاح إذا اقتضى الأمر ذلك. يجب على قائد الطائرة إصلاح جميع الأعطال فيها. ماذا تفعلين هنا؟ إلزم الصمت. إن هذا الزر هو زر القنبلة الموقوتة، ستنفجر بعد 3 دقائق. سيدي كيف تسير الأمور؟ لا أستطيع أن أفتحها، أهرب. ستنفجر القنبلة هنا. أتمنى أن أكون خبيرة متفجرات في هذا الوقت. سأقوم بتفكيك القنبلة، هيا. وهل أنت واثقة بأنك ستبطلين القنبلة؟ ساعدني على التخلص من القنبلة وحسب، هيا. لا خطأ هنا، يجب أن أقطع الشريط المناسب. لقد نجحنا، رائع. ولهذا السبب ظهر بريق واضح على الجوهرتين، على الياقوت والزمرد، وهذا أمر متوقع لأن حنين أوقفت حربا كادت تشتعل. مرحبا سيدي القائد. وأخيرا استعادت قطتي عافيتها، شكرا جزيلا، شكرا يا حنين. سيد القائد أنا مستعد لأي مهمة. سنعقد اتفاق سلام مع ميدي. إذن فقد تم شطب كلمة الحرب من معجمنا. نعم أحسنت، اذهب واخلد إلى الراحة أيها الضابط. حاضر. أتمنى أن تختفي كلمتا العدوان والحروب من معجمات كل العالم.